في هذا التمرين سنتحدث عن استخدام الطبقات layers والطبقات الشفافة أو layers تستخدم لعمل تأثير مطابق لتأثير ورق الشفاف المستخدم في الرسم اليدوي، حيث يمكن إغلاق بعض الطبقات أو layers أو إظهارها وإظهار الرسوم الموجودة بها. مثلا في اللوحة الموجودة أمامنا هنا عبارة عن لوحة تصميم إنشائي لمبنى معين، وتظهر خطوط المحاور باللون الأحمر والأعمدة باللون الأصفر والقواعد باللون الأخضر. مثلا إذا أردت طباعة اللوحة الخاصة بالأعمدة فلابد من إخفاء القواعد الموجودة في هذه الرسوم والموجودة باللون الأخضر، فذلك عن طريق اختيار مربع الحوار الخاص بالطبقات layers، وعند الضغط على الرمز الخاص بالأمر يظهر مربع الحوار layers، حيث يمكن اختيار الطبقة الخاصة بالأساسات وهي تسمى foundation في هذا التمرين، وإغلاق هذه الطبقة عن طريق رمز المصباح الموجود تحت الخيار on هكذا. ومعنى انطفاء المصباح أي أن هذه الطبقة أصبحت مغلقة. بعد ذلك سأقوم بالضغط على مفتاح OK للموافقة على التغيير، ولاحظ أن البرنامج يقوم بإخفاء الطبقة المختارة. الخاصة بالفاونديشن وإظهار الطبقات الباقية، فيستطيع المستخدم طباعة اللوحة هكذا بدون قواعد. وعندما تريد طباعة لوحة القواعد تقوم باستدعاء مربع الحوار الخاص باللايرز وتشغيل الطبقة فاونديشن مرة ثانية فتظهر في الرسم فيمكن طباعتها. كان هذا المثال السابق تعريف بسيط لقوة استخدام اللايرز، حيث يمكن عن طريق الطبقات الشفافة أو layers التحكم في ألوان هذه الطبقات، حيث أن هذه الألوان بعد ذلك تعرف للبلوتر على أنها سمك معين، مثلا 0.2 أو 0.3 أو 0.5 أو أي سمك آخر مطلوب. ويمكن كذلك تغيير نوع الخطوط لطبقة معينة، مثلا خطوط المحاور المستخدمة هنا هي عبارة عن خطوط متقطعة أي dotted line، بينما خطوط الرسوم هي خطوط مستمرة. وكذلك يمكن إظهار أو إخفاء بعض الطبقات أو layers لطباعة طبقات دون الأخرى، ويتم ذلك عن طريق مربع الحوار layers، ويمكن الوصول إلى مربع الحوار layers عن طريق الرمز الخاص به والموجود في الشريط العلوي للأوامر، وعند اختياره يظهر مربع الحوار layers وتظهر به الطبقات الموجودة في الملف الحالي. ويمكن عمل فلتر لإظهار هذه الطبقات عن طريق الخيار Named Layer Filter وإظهار الطبقات المستخدمة فقط عن طريق الخيار Show All Used Layer. ولاحظ أنه في الوضع الافتراضي يقوم البرنامج بإنشاء طبقة تسمى 0 أو الطبقة 0 وذات لون أبيض وخط متصل Continuous. وعند إنشاء أي عنصر يقوم البرنامج بإنشاؤه في هذه الطبقة، إلا إذا قام المستخدم بإنشاء طبقات جديدة كما سنتعرف على ذلك فيما بعد في التمارين التالية عن طريق الخيار New وتعريف خيارات الطبقة،
ولاحظ أنه يمكن التحكم في لون الطبقة أو نوع الخطوط المستخدمة في هذه الطبقة أو غيرها من الخيارات الأخرى عن طريق مربع الحوار Layer Properties Manager. كذلك يمكن استعراض الطبقات الموجودة بالملف عن طريق هذه القائمة، حيث يظهر بهذه القائمة الطبقات الموجودة في الرسم. وكذلك اللون المستخدم في كل طبقة ونوع الخطوط المستخدم في الطبقة. لاحظ أن سهولة الرسم في برنامج أوتوكاد تعتمد بشكل كبير على الطبقات أو الطبقات الشفافة Layers. وعند تمكنك من استخدام الطبقات تتمكن من أداء العمل في برنامج أوتوكاد بطريقة سهلة وبسيطة. وسنتعرف في التمرين التالي على مربع الحوار Layers بصورة أكبر.